بحضور وبرعاية كريمة من سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان ومعالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط، أقامت جمعية الصحة وسلامة البحرينية حفلها السنوي لتكريم بعض الشركات العاملة في البحرين لتحقيقها أعلى معايير السلامة المهنية. انطلاقا من تحقيق المعايير الدولية فيما يختص بالسلامة والصحة في بيئة العمل، نظمت جمعية الصحة والسلامة البحرينية حفلها السنوي التي تشيد من خلاله بدور الشركات العاملة في البحرين وتحقيقها إنجازات دولية وساعات عمل من غير حوادث مضيعة للوقت. قدم جزيل الشكر إلى رئيس وأعضاء جمعية الصحة والسلامة في ملتقاهم السنوي، طبعا يعني هي رسالة يقدمونها للمجتمع، رسالة إلى طبعا في القطاع النفطي أنه له أهمية كبيرة في صحة وسلامة العاملين، يعني وهذا الهدف من مثل هذه الملتقيات وهدف الجمعية لا شك في توعية المجتمع في مخاطر أمور مثل غاز الطبخ إلى آخره. خلق كيان صناعي ينافس دول العالم استطاعت أن تحققه بعض الشركات التي حققت السلامة فيها رقما قياسيا، باعتبار السلامة هي من أهم المعايير التي تنجح أي مشروع يقوم على سلامة العامل ومنطقة العمل. احنا أيضا في وزارة الإسكان نعطي هذه الجانب أهمية كبرى، خصوصا كما هو معلوم وزارة الإسكان تعمل بأعلى طاقتها في شتى مشاريع ومناطق ومدن البحرين الجديدة، وهذه طبعا نعمل وفق هدف وفق برنامج زمني، ونعمل أيضا تحت مظلة أعلى معايير السلامة المهنية لضمان عدم تعطل مشاريعنا أو تأخرها. لله الحمد الآن ومع النسبة الكبيرة من العمل، لله الحمد إنما أقدر أقول بكل فخر واعتزاز أن لا ليست هناك أي حوادث تذكر على الإطلاق. في جمعية الصحة والسلامة نحتفل بتكريم بعض الشركات والأعضاء المتميزين. أيضا الجمعية تقوم بعدة برامج توعوية من زيارة الأندية، جمعيات، المدارس لنشر ثقافة السلامة. أيضا السنة راح نركز على توعية الناس بأخطار السلندرات الغازية، الدراجات النارية، وأيضا تدريب الأمهات والأولياء الأمور على الإسعافات الأولية بحيث يكون عندنا في كل بيت مسعف. في البحرين قطاع التشييد والبناء وقطاع النفط والبتروكيماويات خطوا خطوات رائدة في السلامة حتى الوصول إلى العالمية، فجمعية الصحة والسلامة هدفها الأول تشجيع الشركات إلى خلق بيئة آمنة لما له من أثر إيجابي، وهو تقليل الحوادث وزيادة الإنتاجية وتقليل الخسائر البشرية والمادية. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.